أسعد الله مساكم بكل خير ويا أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من ديرتنا. هذا البرنامج اللي عودناكم فيه دائما على جولات متنوعة في مختلف مناطق مملكتنا الغالية، فأهلا بكم في ديرتنا. قدم ما نرجع ورا طبع السعودي من قدم، رح علم اللي ما درى بارواحنا نفدى العلم. ما نرجع ورا أهلا بكم في أول أخبار ديرتنا لليوم، حيث دشن صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي في مدينة الرياض، والتي ستستمر فعالياته حتى 12 أكتوبر بحضور نخبة من المنتجين والفنانين والمتخصصين والمهتمين وصانعي الأفلام من داخل المملكة وخارجها. أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أول 4 أكواد في المملكة بمواصفات عالمية للارتقاء بجودة البنية التحتية للسياحة الساحلية، تشمل كود تخطيط وتصميم المراسي البحرية وكود تخطيط وتصميم محطات سفن الرحلات البحرية السياحية وكود تشغيل المراسي البحرية السياحية وكود تشغيل محطات سفن الرحلات البحرية السياحية، وذلك بالمواءمة مع الجهات ذات العلاقة. أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية انضمامها للقائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN، ويأتي هذا الإعلان بعد انتهاء أعمال التقييم للمحمية بواسطة خبراء الاتحاد الدولي وإطلاعهم على إنجازات الهيئة في الارتقاء بقيمها البيئية والتنموية وآلية إشراك المجتمعات المحلية والحفاظ على مكوناتها الطبيعية. مع بداية صرام التمور بالأحساء، تبدأ مصانع التمور باستقبال كميات من التمور وتجري عليها عمليات تحويلية عديدة، حيث يتم استخراج الكثير من المنتجات التحويلية مثل الدبس وسكر التمر وعجينة التمر كذلك وغيرها الكثير. خلونا نتعرف أكثر على هذه المنتجات مع زميلنا حسين السلطان من أحد مصانع التمور بالأحساء. حسين مساك الله بالخير، إيش الصورة اللي عندك اليوم وحاب تنقلها للسادة المشاهدين؟ مرحبا يا محمد ومساء الخير. حقيقة أكبر واحة نخيل في العالم في هذه الفترة تعيش يعني فرح وسرور لكل المنتجين والمزارعين والمصنعين للتمور. تخيل أكثر من 120 ألف طن سنويا تنتجه الأحساء من التمور الفاخرة. هذه التمور تلقى رواجا في الأسواق المحلية والدولية لما يضفي عليها من صناعات تحويلية عديدة. حقيقة اليوم في الأحساء أكثر من 40 مصنع تعمل على تغليف وتهيئة التمور وأيضا إضافة الصناعات التحويلية بأشكال متعددة، وهذا نوع آخر من عملية الترويج الذي يساعد فيه المزارعين على إنتاج تمور فاخرة، تساعدهم كذلك على أن يحصلوا ويزرعوا وينتجوا كثيرا من التمور. أنا في هذه الدقائق يسعدني أن ألتقي بالأستاذ علي الياسين، وهو صاحب أحد هذه المصانع التي تعمل في عملية الصناعات التحويلية. أبو عمر ما شاء الله تبارك الله، المصنع اليوم قاعد يشتغل بكامل طاقته الإنتاجية. بداية دعنا نعرف المشاهد الكريم عن أهم الصناعات التحويلية التي دخلت على تمور الأحساء. طبعا أبو علي وما يخفاك الشيء اللي لابد يكون اليوم ان احنا نواكبه هي الصناعات التحويليه في مجال التمور. اليوم اختلف الجيل واختلفت الاذواق، الاذواق اليوم لابد تواكبها من الجيل الماضي الى الجيل القادم. الجيل القادم ما يبقى تمر ياكله كطبيعته، لابد يبي صناعه تحويليه عليه. الصناعه التحويليه اليوم لابد نبتديها من الالف الى الياء. بدينا طبعا
في 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 وهذا يعني تشكر أمانة الأحساء الحقيقة على إقامة معرض التمور. اليوم النسخة العاشرة وصلنا فيه إلى الصناعات التحويلية إلى 10 صناعات إلى 60 منتج تحويلي. اليوم 60 المنتج التحويلي هذا بدأ في مصنع واحد، فما بالك منافسة المصانع الثانية. اسمح لي أبو عمار، حنا اليوم نتكلم عن صناعات تحويلية، يتفاجأ المشاهد الكريم بأن هناك عطر التمر وهناك لوشن التمر وهناك سكر التمر. هذه الصناعات هل فعلا تلقى الرواج المطلوب داخل أسواقنا اليوم؟ هل المستهلك يثق بهذا المنتج؟ طبعا يحتاج إلى كثير من الدعم، واليوم المعارض اللي احنا نقيمها في سواء داخل المملكة أو خارج المملكة في دول الخليج من عرضنا للمنتجات التحويلية لاقت رواج جيد. العطر العام الماضي استخرجناه في مهرجان النسخة العاشرة، لقى رواج كثير، يعني نسخ كثيرة من المنتج بعناها. المنتج اليوم تحصله في أرفف محلات العطور، ينافس كذلك العطور العالمية. المنتج أنتجناه على أعلى جودة، الثبات حقه ثبات يوصل إلى 24 ساعة في بعض الأحيان. حنا نشد على يديكم بعمار، ما شاء الله أنتم دائما سباقين في منتجات كثيرة وعديدة، الله يعطيكم العافية. ونريد أن نشاهد أيضا منتجاتنا على الأرفف الدول الأخرى الخليجية والعربية والعالمية كذلك. شكرا لك أبو عمار. الله يحفظك، احنا بدعمكم وبتوجيهات سمو الأمير سعود بن نايف واللي هو عراب رؤية التمور بالأحساء. اليوم احنا بنوصل للعالميه وراء العالميه ان شاء الله. طبعا شكرا لك ابو عمار. الله يحفظك. اذا دائما محمد دعني اقول، ودائما ما اريد ان اختم كما يغنى بها شعراء الاحساء: احبك يا احساء في كل نظره الى الحقل، صلت بي اماما ومؤتما، وصدر الذي لو ضم كل جميله تظل جذوع النخل اجمل ما ضم. شكرا حسين، الله يعطيك العافية. شكرا أيضا لضيفك الكريم، أنا أضم صوتي لصوتك، إن شاء الله نشوف مثل هالمنتجات هذه في القريب العاجل على كل الأرفف في دول الخليج المجاورة وحتى في العالم العربي أو العالم بشكل عام. احنا مكملين معكم في ديرتنا لكن بعد هذا الفاصل القصير. وسط معرض الصقور والصيد السعودي يشارك ركن واحة الأحساء وكذلك ركن جناح الإمارات لحياكة السدو، زميلنا خالد الحميداني زار المعرض وأعد لنا هذا التقرير، نتابع. يعد معرض الصقور والصيد السعودي الأكبر من نوعه في المملكة، حيث يضم أركانا عديدة ومن ضمنها واحة الأحساء، هذه التغذية البصرية والتي لاقت إقبالا كبيرا من زوار المعرض. محمد أبو شيء رحب فيك، أبي تتكلم لي إيش شفت في ركن واحة الأحساء؟ ما شاء الله شفت قصر إبراهيم، وهي نظيف وما شاء الله ثقافي، والناس اللي فيه محترمين الحمد لله، وهو أكبر واحة بالمملكة ما شاء الله، فأنصحكم أنكم تجونه. طيب تعرف شيء عن اللوم الحساوي؟ أعرف. ما شاء الله، وش تنصح الزوار المعرض أنهم يجون؟ إيه يجون الركن واحد الأحسن. اي نعم، يعطيك العافية. الله يعافيك. يستعرض المعرض كذلك ركن الإمارات المشارك في هذا المعرض، والذي يهتم في تعليم وحياكة السدو والاهتمام في هذا الموروث. أول مرة نشارك السنة بسيارة فينا.
اخوي مال الطيور. طول اعماركم، احنا جيناكم الحمد لله، استقبال زين، كل شيء زين. يا رب يعطيكم الصحه والعافيه. نحن والله عندنا بديتك هذا الخوص والسدو. نعلم اللي ما يعرف، نعلم البنات الجيل الجديد يبون تعلم. يبون تعلوم الخوص، يبون تعلوم السدو، يبون تعلوم الخياطة، يبون تعلوم كلها. الحين الجيل ما يعرف هذا اللي سموه جدودنا الأول، عايشين على الخوص، عايشين على السمة، عايشين على السرود. مو بعد ما عندهم صحن، ما عندهم بيت، بيت سرود. هذا شو اسمه؟ سمة، سمة نفسها يسمونها عودة، يخيطونها يسوونها بيت، بيض الله من فوق وبيه حياب وبيه. هذا عيشة الأول. والسدو يسدون الشعار، صوب الغنم عزك الله، ويسدونه ويسوونه بيت. لقناة السعودية خالد حميداني، الرياض. تدشن الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بفرعها بمكة المكرمة اليوم المعرض المقام تحت عنوان أرواح قوية، ويقام هذا المعرض تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية. عن هذا المعرض ينضم لنا من مكة المكرمة الزميل تركي الأحمري. تركي مساك الله بالخير، إيش الصورة اللي عندك اليوم وحاب تطلعها السادة المشاهدين عليها؟ يا أهلا وسهلا فيك محمد، مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. بالفعل اليوم العالمي للصحة النفسية يصادف اليوم هو 10 أكتوبر، تحتفل فيه جميع الدول في العالم بإقامة فعاليات مصاحبة لهذا الحدث. في مكة المكرمة تفاعلت معه سريعا الأستاذة جيهان بنت عبد الله اليماني بهذا المعرض، ويسعدنا جدا أن تكون معنا للحديث عن هذا المعرض والذي يقام في مكة المكرمة على مدى 5 أيام وتحت عنوان أرواح قوية. أهلا وسهلا سادة جيهان، يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويا أهلا وسهلا فيكم في معرض الشخصي أرواح قوية. أهلا وسهلا فيكم. اخترتي عنوان قوي سادة جيهان. أيوة، أنا طبعا محاربة لمرض الفايبروميالجيا، وهو أحد الأمراض الروماتيزمية التي تنشأ من الضغوط النفسية والصدمات المتكررة. فطبعا الصحة النفسية اليوم هو اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق من 10 أكتوبر، يحتفل العالم أجمع بهذا اليوم لأهمية الصحة النفسية. وكما نعلم أن الصحة النفسية كل ما كانت قوية في الإنسان، كل ما كان جسمه يعني يقدر يتحمل الصدمات ويقدر يتحمل، وكل ما تدهورت الصحة النفسية هذا أدى إلى إصابة الإنسان بالكثير من الأمراض لا سمح الله. فهذه كانت بداية الفكرة أني أنا أعمل معرض أشارك فيه مع وزارة الصحة وتعزيز الصحة النفسية بأهمية الصحة لتسليط الضوء على والوعي ورفع درجة الوعي لدى المجتمع بأهمية الصحة النفسية ودورها في صحة الجسم ككل. دعونا لسؤال ثاني أستاذة جيهان، ما علاقة الصحة النفسية بتخصص الفن التشكيلي مثلا؟ أيوة طبعا، أنا هنا زي ما قلت لك أنا عندي رسالة، بحيث أني أوجه رسالة في كل لوحة من لوحاتي استخدمت فيها مجموعة من الألوان المعبرة والقوية التي تدل على الحماس والنشاط والقوة والتفاؤل. فكانت هذه اللوحة كل لوحة أوجه فيها رسالة للمجتمع كافة وللمحاربين أمثالي بصفة خاصة. ما شاء الله، يعني التفاعل مع المناسبة يعني ممكن يكون حتى من خلال لوحة معينة، رسالة خاصة من خلال الفرشة والألوان بعد. طبعاً هو لما يكون الإنسان صاحب رسالة ممكن يوصلها بأي صورة من الصور، وكان الفن التشكيلي الآن هو دوري أني أنا أوصل الرسائل اللي أبغاها للمجتمع عن طريق فرشتي وألواني. نعم، طيب أنت قلتي قبل الهوى أنه في لكل لوحة رسالة خاصة. في كل لوحة من اللوحات هنا موجودة فيها رسالة خاصة. مثلاً هذه اللوحة أنا بتكلم فيها عن الصدمات. الصدمات على قد ما إنها هي تصيب الإنسان بالأمراض وتصيبه، لكن هذه الصدمات القوية ممكن إنها تثقل شخصية الإنسان وتخليه يوقف من أول وجديد ويرجع من جديد يلون حياته بالطريقة اللي هو يبغاها. وهذه اللوحة مثلا هنا تتكلم عن الكارما. الكارما وهي العاقبة، إنه الإنسان يحاول إنه يعمل أعمال لو كانت صغيرة جدا، هذه الأعمال سبحان الله حتلف 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 وترجع له مرة تانية، وبكده حيلاقي إنه حيشوف هذه نتيجة أعماله الكويسة هذه في الدنيا، وحيلاقيها جبال من الحسنات
حسنات في الآخرة. ومثلا هنا في هذه اللوحة الثانية برضو الرسالة اللي أبي أوجهها إنه الإنسان لازم يكون سعيد في أبسط الأشياء مهما كانت. زي هنا هذه اللوحة سميتها براءة، اللي هو الأطفال كيف يفرحوا بفقاعات الصابون. فعلى الإنسان كمان عشان تكون صحته النفسية قوية يفرح بأبسط الأشياء ويسعد نفسه، لا ينتظر إنه يحدث يعني حصل حدث معين عشان يكون سعيد. لا، أنا أكون سعيدة ومبسوطة بأبسط الأشياء، وأنا بيدي إني أسعد نفسي وأخرج نفسي من الهموم والضغوط اللي أنا فيها. الله يعطيك العافية أستاذة جيهان، موفقين إن شاء الله. ويعني سؤال أخير على السريع، المعرض وفائدته إن شاء الله يعني مرضى الصحة النفسية. هو الفائدة من المعرض لكل الناس، كيف يتعاملوا مع الضغوط النفسية، كيف يعيشوا حياتهم بصحة أجمل. فهي هذه الرسالة بيوجهها من خلال فرشاتي وألواني، كيف نتعايش وكيف نتغطى الضغوط والأزمات ونعيش بحياة أفضل إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأستاذة جيهان بنت عبد الله الهندي، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية وموفقين إن شاء الله. شكرا لقناة الإخبارية على حضوركم ودعمكم لنا، شكرا لكم وكل سنة والناس المحاربين. والأولى أستاذة جيهان لا تنسي كمان القناة الأولى. القناة الأولى وقناة إخبارية، يا أهلا وسهلا بكم، الله يعطيكم العافية. شكرا لك. إذن الأستاذة جيهان بنت عبد الله الهندي تتحدث عن هذا المعرض الذي يقام تزامنا وتفاعلا مع اليوم العالمي للصحة النفسية هنا في مكة المكرمة، تقام بعض الفعاليات. شكرا محمد، وأعود لك بالصوت والصورة مجددا. شكرا تركي، يعطيك العافية. الشكر أيضا موصول لضيفتك الكريمة، وكل التوفيق للقائمين على مثل هذه الفعاليات. احنا مكملين معكم في ديرتنا لكن بعد هذا الفاصل القصير. جزر فرسان على بعد 50 كيلومترا تقريبا من مدينة جيزان، وتتميز بـ50 نوعا من الشعاب المرجانية، لذلك تعد وجهة رئيسية لهواة الغوص والسباحة. المصور محمد خبراني زار جزيرة فرسان وشاركنا هذا الفيديو، نتابع. ديرتنا تشهد فعاليات ومهرجانات ترفيهية ضخمة ومنوعة في جميع مدنها ومناطقها، ومع قرب افتتاح موسم الرياض ستستضيف العاصمة العديد من الفعاليات والمفاجآت الكبرى.
اليوم سنستعرض لكم أبرز هذه الفعاليات للأيام القادمة. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من ديرتنا. إجازة نهاية أسبوع سعيدة أتمناها لكم في أمان الله.